ودي جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اليوم ان شاء الله، غنصوبوا واحد طريقه كتجي معلكه وبنينه وما فيهاش القوام بزاف. اما كتصوبوها بالشريحه او بالقشور الليمون المعسلين، المشمش، انا صوبت اليوم بالمشمش، وكتجي بصراحه بنينه ولذيذه وكتجي معلكه. ثم في نفس التعليقة كتجي بنينة خصوصا إذا صوبتوها بالشريحة. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر، وإذا كانت هذه أول زيارة للقناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا. دوزوا المكونات. المكونات ديال الغريبة ديالنا هما هادو. عندي هنا كيلو كاوكاو هاد الأحمر مسهل غير في المقلاة ولا في الفران كان سخون ومطفي، غير تحيد منه ديك البرودة، تبدا القشرة تتحيد هكا ونحيدو. عندي هنا 300 غرام ديال المشمش، ممكن تعوضوه بشريحة أو قشور الليمون. عندي هنا غدا خد من هاد السكر سنيدة كاسونس، غدا نديرو في المشمش باش نعسلوه. عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة بوماد، عندي معلقة صغيرة ديال القرفة، قبيصة ديال الملح، ماء الزهر باش غنجمع العجينة ديالي أو غريبة ديالي. هنا بالنسبة لهاد الكاوكاو غادي نقص منه كاس باش يبقى ليا التزيين. ندوزو الطريقة. بالنسبة للمشماش غادي ناخد هنا نفس الكاس باش غنعبر الماء باش غنعبر السكر. غندير هنا كاس ونص السكر حيت انا غادي نخليها رقاد مدة ساعة عاد نديرو يتعسل. ونص انا هاد الكاس تقريبا كيهز كاس العلبة 110. غنضيف نفس القياس ديال الماء، انا غنحطو في الجنب حتى يذوب وترقد مزيان وتطلق. هنا غادي نقص داك الكاس مع تقريبا ديال هاد الكاوكاو باش نحمرو ونهرمشو باش يبقى لي التزيين. هاد الكمية بركة. أنا غادي نطحن هادي، أنا غنبدا نطحن تيتنيل. بسم الله. أنا غنطحن ونطلقو من بعد. انا خديت المشماش يتعسل من بعد ما فات ساعه ورطا، درتو يتعسل، غنخليه يولي كراميليزي عاد نحيدو نتلاقاو من بعد ما يطيب. هذا هو المشماش ديالنا من بعد ما تعسل مزيان، هانتوما غادي نخليه يبرد عاد ندوزو نقطعو. هذا هو المشماش ديالنا من بعد ما عسلنا، تنخليه يولي ناشف على هذا الشكل، تبقاش فيه سنقطة الماء. هذا هو داك الكاس الكاوكاو اللي نقصت، رشيته بشويه د الماء ودرته في الفران يتحمر تيجي بحال اللي مقلي، وهرمشتو غير بالطحانه ديال الحوت. دابا غادي نحط هذا هنا، غندوز نقطع هذا المشمش بهذه القطعه ديال الربع. غادي ناخذو باش نهرمشو بحال ما امكن تاخذ المشمش نقطعو مزيان نفس الشكل تستعملو حتى الشريحه. الشريحه كتجي بنينه، اصلا الاساس ديال هذه الوصفه هي الشريحه، غير انا عوضتو بالمشمش. انا غناخذ غدا نقطعهم كما كنقطعو غدا. بسم الله. تيبليو لي طريفات صغار. كما قلت الشريحة ولا قشور الليمون، انا
نستمر بنفس الطريقه ونطلق. من بعد ما قطعت المشماش طريفات بحال هكا صغار تقريبا غناخذ واحد المعلقه غادي نخلط بها هاد الكوكو هو باش غنزينو الغريبه ديالنا من بعد ما طيب. انا غندخل هاد المشماش في الكوكو مزيان هدا نخليه للتزيين. ندوزو دابا الطريقه ديال العجن ديال الغريبه ديالنا. بالنسبه للمكونات ديال الغريبه داك كيلو الكاوكاو طحنتو على هذا الشكل منين غنزيد هنا قبيصه د الملح ومعلقه صغيره د القرفه. الحلاوه دائما كتبقى على حسب الاختيار. هنا انا غنحلي غير بالمشمش اللي عسلت. نتوما الا ذقتو ولقيتو الحلاوه ناقصه ممكن تزيدوا واحد جوج معالق الكونفيتير ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ. هنا عندي مزهر غندخل هاد المكونات عاد بدا نجمع الماء الزهر. كتجي بنينة تقريبا مفيهاش في نفس الوقت المقادير بزاف. غادي ندخل هاد المشماش في كاوكاو والزبده سمحوا لي نجيب قصريه كبيره. انا غنفركها مزيان باش دخل كاوكاو مع المشماش والزبده والقرفه. دونك كندخل وكنفرك في نفس الوقت. هنا غدا نزيد ماء الزهر. في الكاس عندي قريعة غدا نزيد شوية بشوية حتى تجمع لنا. ما فيها لا خميرة لا والو كتجي معلكة. صافي هي هادي كتاخدش بزاف تقريبا واحد ثلاثة المعالق الزهر. انا غنجمعها ونغسل يدي في هاد الوقت يكون الفران كيسخن. استعملوا اي مول عندكم ديال اللي فيه المهم تكون فيه حفره في الوسط التزيين. غناخد شويه ديال العجينه او ديال الكاوكاو غريبه. نتوما خذوا العبار بثلاثه السبعان باش يجيكم نفس القياس. غادي نكورها وندوزها في بيض البيض على هذا الشكل. غادي ناخذو هكا باش نسوسها. هنا اللي بغى يزيد شويه ماء الزهر باش تحيد ليه السكريه ديال البيض يزيدها غادي ناخذ شويه ديال العجينه نكورها عند
ندوزها في السكر كلاصي مزيان، نحاول باش ما تلصقناش نديرهم تما تكون كاتبه. غادي نحطها هكا. بصراحه حس لي نتفادى بيض وبيض حيت درتهم جاني ميتي وجاني هنا حسن من تما يفزق ليا السكر. غندوزو السكر وغادي نطبع ونبرك باش تعطيني دوك السنينات. على هذا الشكل انا غنستمر بنفس الطريقه نساليهم. كما قلت الفران ضروري يكون مسخن من قبل، نحطوه من الفوق ماشي من تحت حتى يبانو تيشدو راسهم. هذه هي غريبة من بعد ما طيبتها شي على هذا الشكل، ردوا لها البال راه هي كتحمر. المهم غير تبان لكم من الفوق قبط راسها، صافي هبطوها لتحت باش تبقى لنا معلقه. هانتوما نحلو حدا معكم شتي كتجي معلقه وبنينه. هذا هو كاوكاو اللي خلط مع داك المشماش اللي كان معسل، هو دابا باش غنعمر هاد الحفاري على هاد الشكل. انا غنستمر بنفس الطريقة نتلقى في طبق نهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال غريبة، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشوفوها. صدقوني كتجي بنينة ومعلكة. نتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا.